الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الخريجين التربويين والاداريين والكليات السند والمعاهد وكل الخريجين بكل الكليات وباسط. احنا طلعنا قبل سنه ونص بالضبط ولحد الان ما حد مستجاب لنا، لا محافظ ولا مدير تربيه ولا نواب. مطلبنا مثل ما شوف، اول شيء اضافه فقره بالموازنه للخريجين المعتصمين التربويين والاداريين والكليات السند والمعاهد، فقره واضحه وصريحه بالموازنه نفس ما خلوا فقره للمحاضرين الله يوفقهم ان شاء الله، وخلوا للاوائل وكلهم خلوهم الا الخريجين ما مخلين ولا فقره. هاي اذا ما صارت المفروض يعوضونا احنا المتظاهرين بالشارع. هاي النقطه الثانيه، درجات التقاطع الوظيفي للمحاضرين المنقطعين 298 درجه، هذا الكتاب بالتربيه ويم المحافظ وبالادله وكلها تدري بيه. المحافظ يعني اذا سئل تقول له درجات التقاطع الوظيفي ما المحاضرين راح يقول لك نعم موجودات. وقبل شهرين التقينا به وبحضور النواب مدراء الدوائر وحلف بالعباس، قال انا اساعدكم بذن الدرجات واساعدكم بالالف درجه وظيفيه، لكن بس وعود. الالف درجه وظيفيه كل شيء ما حصلنا به. اعدادنا احنا بالشارع 200 الى 250 متظاهر. احنا قبل سنه من طالعين كنا 500 600، لكن بسبب الوعود والتسويف والمماطله كرهوا العالم بالمظاهرات، فالعدد ال 500 600 بقوا 200 بالشارع. هاي مثل ما تشوف، يعني والله العظيم استخدموا ويانا السياسه التسويف والمماطله. يعني ما اعرف الخريجين بالمحافظه مكروهين، يعني لا نوابك يسعون ويشتغلون لهم، لا واحد يقول ذولا خطيه بالشارع. والله العظيم انت اذا شوف بكل عائله متعينين ثلاثه اربعه، احنا من كل عائله واحد، كلهم متزوجين عاطلين عن عمل، كفيلك الحسين الشهيد، حليب ما عندهم يشترون الجهال، هم قاعدين ايجارات والمحافظ يدري بينا. هي هاي هنا المشكله. انت انا الباحه واحد سالني قال لي شنو الفرق بين المصيبه والكارثه؟ انا جاوبته قلت له سنه ونص طالعين بالشارع، وبقانون الامن الغذائي خصص الف درجه وظيفيه للمحافظات، هو بداخله شنو من كانت حكومه الامن الغذائي؟ يريد يفضل الاعتصامات بالشارع، فقالوا كل محافظه الف حتى تنتهي المظاهرات. اجى الدكتور محمد جميل قام يتكشخ بنزاهته، مع احترامه انه مع احترامنا له قام يتكشخ بنزاهته للعالم، يقول لنا انا شنو 26000 مقدمين وارضي 250 متظاهر، انا ما اقدر هيك. فقام يتكشخ بنزاهته قدام العالم، وهي هاي كلها تعرف. روح اسال هسه اعلامي، اسال اي نائب، قل له 1000 درجه وظيفيه. والله العظيم الخريجين ببغداد اعتصامنا واعتصامنا بكل، حتى هنا وصلت احنا التربويين حرقنا تراث بالشوارع والله العظيم، وصعدنا وغلقنا تربيه جبنا درجات. اجى المحافظ اخذهن اعطاها للناس النايمه، وذول المتظاهرين ظلوا بالشارع. هسه احنا ما نريد نفس ما حلف بالعباس وقدام الراي العام وقدام النواب، والنواب سجاد سالم بشهوده، والعباس قال انطيكم هاي النقطه الثانيه درجات التقاطع الوظيفي هذني لا يحتاج موازنه ولا يحتاج خدمه مجلس اتحادي. والله العظيم هو يروح لبغداد للوزاره ويحل ازمه المتظاهرين بالشارع. فاحنا العباس اللي حلفت بيه بحوبه، نفذ وعدك ونفذ كلامك وانصف هاي العالم الفقره. احنا بس قبل لا اذكر اسمي، احنا ما منمل يوميه بالشارع والله العظيم. هذا الشهر يوميه تلقانا بالشارع ونتوجه للمقر البديل وللديوان، هذا مكاننا. التربيه بعد ما نوصلها زين العابدين اياد، تنسيقيه الخريجين المتظاهرين بواسط. عرفنا احنا خريجين وهذا صوت المتظاهرين اللي تقريبا صار لنا سنه ونص طالعين يم مديريه تربيه واسط. كنا نطالب بابسط حقوقنا هو التعيين او بالاحرى العقد. اجت 1000 درجه وظيفيه من مجلس النواب قانون الامن الغذائي خصصوها لكل محافظه. كان مطلب يعني الخريجين اللي هم مثل ما يقول نسبه من هذا المطلب مالتهم. يعني تفاجئنا من خلال اللي اللجنه اللي سواها الدكتور محمد جميل المياحي انه غبنت خريجين المتظاهرين خصوصا اللي موجودين حاليا.
فأبسط المطالب مالتنا نريد من الدكتور محمد أنه يوقف على قضية الخريجين ويحلها، لأن تعبنا أكثر من سنة كاملة، أكل الناس المتزوجة، أكل الناس اللي تعبانة، يعني إحنا أعدادنا تقريبا ما تتجاوز 200 نفر، يعني قضيتها سهلة. يعني أما أضافتنا بال 315 عقود، أما يشوف لنا حل، لأن إحنا حسب اللي جاي نسمعه ما نبقى مستمرين، احنا مظاهراتنا مستمرة. انا اللي طلع صار لي سنة ونص اتركها، لان ما طاني حقي هسه، ما اترك قضيتي لحد ما اتعين انا واللي وياي. يلا هذا مطلبنا الرئيسي، وان شاء الله اكون عدالة المحافظ موجودة، ان شاء الله عدالة المحافظ موجودة، وان شاء الله احنا ولده وهو قايله وحاشيه. واكو كلام مثل ما يقول صار باللجنة مو مال اعلام نقدر نسولف به، يعني اذا ممكن نلتقي به نسولف وياه، نطرح مطالبنا، نسولف وياه على اللي صار باللجنه، على الدلائل اللي صارت، اكو اشياء باللجنه صارت نسولف بيها، لان هذا حقنا، احنا تعبنا، احنا نريد نخلص، احنا ما مجبورين نطلع هاي ونوقف هاي الوقفه بالشمس. واللي صار الاحد بالمحافظه من صارت مثل ما يقول ضوضاء، وصارت اعمال يعني مو حلوه، احنا ما كل اشكالسه يعني خريجين يا سنوات، عندنا 2007، عندنا 2004، عندنا 33 درجة واحد، عندنا 33 وعندنا 31 وعندنا 29. يعني هذا الغبن، يعني احنا ليش انا اقول لك نريد مقابلة ويا الدكتور؟ لان من واحد يسولف له بهيك مواضيع راح يعرف شنو اللي موجود وشنو الخفايا. أنا قبل كل شيء متضامن مع الخريجين قولا وفعلا، وياهم صار أكثر من سنة ونص أروح وأجي وياهم، لأن أشعر بهم مظلومين ظلم يعني مو طبيعي. أولا هم شنو فرقهم عن المحاضرين؟ أي فرق ماكو. خريجين أكو بهم هسه كنت تحكي ويا واحد قسما بالله، هذا هو واقف ورا مباشرة، هذا وراك، هذا ب 2007 متخرج ولحد الآن، وقسم ب 2010، وأنت على هذه وجر زين. يعني اذا مثلا اذا المحافظ او غيره او المسؤولين ببغداد ماكو مثلا وظائف ما موجوده، اكو تقاطع وظيفي، اكو درجات وظيفيه الان موجوده بالتربيه، اكو درجات موجوده المحافظه تعاني من نقص كامل في كل دوائر المحافظه. صدقني اني طبيت الى دائره البلديه، هذا طبيت على المدير نفسه وحشيت وياه، قال لي اني اعاني من نقص بكل الكوادر وكل الشعب وكل الاقسام، قانونية بها نقص، الدوائر الإدارية بها نقص. طيب هاي الشباب شنو ذنبهم؟ يعني متخرجين صار لهم 7-8 سنين 9 سنين متظاهرين، لا حد يلتفت عليهم، مجرد وعود وماكو تنفيذ. إلى متى يعني؟ ما يعني مو معقولة ومو منطقية. ما شاء الله موازنات انفجارية، يعني لحد الآن يقولون موازنة السنة حسب ما افتهمنا يقولون تقريبا 150 مليار دولار. طيب يعني الى متى مثلا موازنات تفيد المجتمع او تفيد الشباب؟ يعني الخريجين مفترشين الارض، صار سنتين مفترشين الارض، واضافه الى القمع بصراحه وياهم قوات وربما ناس مامورين، يعني انا ما الومهم، ناس مامورين يعني، لكن المفروض كمحافظ وكمسؤولين اخرين وكدوائر دوله تلتفت لهم. واكو هواي اساليب، اكو تنمية اقاليم المفروض يباوعوا لهم، اكو حتى مجاني، هسه هم حتى المجاني هم من موافقين عليه. زين التقاطع الوظيفي شنو؟ التقاطع الوظيفي المفروض يكون هذا من الاولويات، بس ما يصير يعني يظل تسويف وما طلع الى 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 ما لا نهايه، يعني الى متى يعني؟ فهذا اللي، وانا عندي اولاد اثنين وياهم، وصدق بالله لو حتى لو ما عندي أولاد وياهم أكون مع المتظاهرين إلى آخر يوم.
احنا خريجين اصحاب مطالب جايين هنا صار لنا اكثر من سنتين على شو اسمه على التعيينات مال الف عقد. وعدنا المحافظ ب50 درجه، وعدنا يعني ب50 درجه و يعني واكثر، بس خلفوا بوعده وما اعطانا اياهن. هسه نطالب احنا الحكومه المحليه يعني تباوع لنا وشوفنا يعني مطالبنا، نبقى بالشارع وما نتعرك يعني حد ما نتعين ونشوف فرصه عمل. احنا خريجين معتصمين صار لنا اكثر من تقريب عامين، طلعنا يعني انه بعد يعني انه نقول معاناة، وطلعنا انه تخرجنا وطلعنا نريد نطالب بحقوقنا. فمظاهرات يعني دائما كانت سلمية يعني ما شفنا نتيجة من يمهم، وعود يعني هواي، اضطرينا انه نعتصم بباب البديل. اعتصمنا اكثر من شهرين ثلاثة، التقينا بالسيد المحافظ، سيد المحافظ استبشرنا بخير انه انتم لكم حقوق وانتم شريحة مثقفة وانا مثل اخوكم الكبير وهواي امور، يعني امور نقول طلعنا بالمخرجات اللي احنا يعني كنا يعني فرحانين بها انه نشوف هيك مسؤول يهتم بينا وهاي. بس للاسف الشديد هاي الوعود اللي طلقها الاستاذ الدكتور محمد جميل المياحي ما تنفذ منها اي شيء. حاولنا انه اكثر من مره نرجع نلتقي به، مو نقول انه نهايه عام مطاف وهاي هي يعني، اما يمكن عليها ضغوطات يمكن عليها انه حاولنا بكل الطرق نوصل، ما قدرنا نوصل لاي هذا الشيء، لان دائما كانت اكو شيء من نريد نطلع ما شاء الله القوات الشغب وكانها ما يعني شقل لك داعش داخلين ما اعرف يعني انه القصف الايراني ما شاء الله علينا باستمرار، ما شفنا اي حكومه انه تستنكر او تضرب ترجع عليهم، انه ما يعني الرد وحده بالفعل يعني، شفنا الاعتداء والقوه اللي جاي يصير على الخريج. قبلها ما شاء الله الاخوان اللي نقول عليهم المجاني هم شبعه وضرب وكتل وهاي وكانه ما داعش. هسه الاخوان المجانيين اخذوا حقهم، اجى الخريج، الخريج كل ما يطلع يطالب بحقه تلقى الشغب ضرب وكتل. هاي قبل يومين والكل يشهد هنا ضرب مالتهم، ضرب هنا سكن اشوف لك ظهري يعني، والمقاطع الفيديو عندي موجوده بالله الكريم، يمكن 15 واحد انا اطلع لك اياها يعني، ماكو لاعب ولا مستحى ولا اكشن، ومن غير اللي يعني اللي ما اعرف يعني الافشار يعني هي اجهزه امنيه زين، الاجهزه الامنيه غير كون بالاخلاق يعني الافشار الغلط السب يعني ما اعرف يعني، وكانما مع احترامه لهم، بس انا مع هذا اقول اخوتي وشرفوني واخليهم على راسي، بس مو بالغلط والافشار، نعرف نفشر ونعرف نغلط ونعرف نشيل طابوق ونضرب ونعرف والله العظيم حتى تواث نجيب وكل شيء عندنا، كل شيء اللي يردونه نسويه، بس احنا ما نريد نوصل لهيك، عيب علينا انه احنا عراقيين بيناتنا، انا طالب اطالع بحقي، انت راتبك مليون او مليون ونص الله يرزقك، مو تجي تمنع حقي، انا هذا الدستور كفني انه اتخرج انه هو يضمن لي حقوقي، زين انا من اطلع ما تخليني اوقف قبال المسؤول، زين المسؤول شنو هو؟ هو المسؤول خادم مو امير، حتى انت تصير عليه ضجه وما تخلي واحد يشوفه وما تخلي واحد يلتقي به، هو اول ما طلع محمد جميل المياح اول ما استلم المحافظة قبل 4 سنوات 5 قال أنا خادم، هو بلسانه يعني هو قال أنا خادم من هاي المحافظة،
بس اللي جاي نشوفه يعني مو خادم هو لهاي المحافظة وكأنما هو أمير. قلت لك الضرب والطق، احنا باقين ومستمرين احنا، وأقولها للرسالة إلى سيد المحافظ إلى الأجهزة الأمنية، يعجزون ولم نعجز، احنا أصحاب حق، احنا مو تحدي ولا كشي، احنا نريد حقنا، لا نريد أكثر ولا هاي. اللي صارت الدرجات الألف الكل يعني، مو لنا احنا اللي متظاهرين، الكل حتى الإعلام اشكلت على هذا الشيء على اللجنة. يعني انت تطلع بنات 700 او 800 بنات والولد ماكو، زين تساوي بالمفاضلة، تساوي البكالوريوس وي الدبلوم، يعني وي المحت؟ طبعا المحت يكون مواد اسهل، هواية فارق بي يطلع معدل هذا، زين تحاسبه ويا ابو البكالوريوس، ويا ابو البكالوريوس 4 سنوات كلية شغلة، اللاخم طالعين يعني من بيت واحد نفس ال يعني اخوان اكثر من مره. الشغله الاخ الاسباب هواي، تكرار بالاسماء، اسماء وهميه، يعني يعطيك اسم بس هو وهمي ومتاكد انا وهمي. شغله الاخ المعدلات اكو معدلات 22 واقل من 22، وعندنا متظاهرين متزوجين وعندهم درجات 32 و33 وما طلعوا لان هو طالع متظاهر. شنو ذنبه هذا؟ يعني هو طلع متظاهر، شنو دقه غير يدي طالبه بحقه؟ يعني انه حتى باللي طلعوا بالمفاضله حاربوهم وطلعوهم استبعدوهم، لان شنو؟ لان طالع متظاهر. زين انا اذا بهاي الحكومه اللي احنا نستبشر بها خير، اللي هم يقولون حكومه الاطار محمد سوداني اجى قال انا اخدم الشعب وانا ويا الشعب، زين تظل كل ما ناس تريد تطلع تضربهم، كل ما ناس ما تقدرون، لا انتم ولا سيادتكم ايران ولا غيركم ولا احزابكم، الشعب اقوى منكم واقوى منكم، لا توقف لكم عصائب ولا توقف لكم فصائل ولا توقف لكم اي جهه كانت من كان اللي الولائيين، ولكنهم اذا انتم مسنودين بهاي الجهه فاحنا سلاحنا الله والشارع. احكيها بكل صراحه انه الشعب اقوى من كل شيء. تحيه طيبه لقناتكم الموقره، نشكر حضوركم اليوم لنقل معاناة الكوادر التربوية المتمثلة بالمحاضرين والإداريين بالعراق عموم محافظة واسط خصوصا. نطالب من دولة رئيس الوزراء انصاف هذه الشريحة، لأن هذه الشريحة عملت بالمجان ولسنوات عديدة، نطالب بتثبيتهم على الملاك الدائم، لأن هاي الناس تستحق تقدير وتستحق أنه تكون على الملاك الدائم. شكرا لكم وربي يحفظكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن محاضرين وإداريين محافظة واسط مستمرين بالاعتصام لحين تحقيق المطالب، أسوة بباقي الوزارات، نطالب بالتثبيت ومستمرين بالاعتصام إن شاء الله اليوم الثاني على التوالي، نطالب رئيس الوزراء بالتثبيت على الملاك الدائم. لليوم الثاني على التوالي مظاهرات المحاضرين والإداريين في واسط. للعلم العدد المحاضرين 21,500. نطالب من رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة التربية بتثبيت جميع المحاضرين والإداريين العاملين في قطاع التربية بدون قيد أو شرط، أو أيضا احتساب سنوات الخدمة المجانية من أجل العلاوة والترفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن محاضري وإداري واسط في عموم واسط، عدد المحاضرين والإداريين في عموم واسط 21,000 وكسر. نطالب رئاسة الوزراء والبرلمان بتثبيتنا على الملاك الدائم أسوة بباقي الوزارات. نحن محاضرين وإداريين عملنا بالمجان لسنوات عديدة،
بصراحة للأسف الشديد أقولها، لم نأخذ حقوقنا إلا بنزلان إلى الشارع. نحن الفئة المثقفة، والمعلم كما تعرفون هو قائد، والمعلم هو الرسول كما وصفه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك نحن للأسف الشديد لم نخرج إلا للمطالبة بحقوقنا المسلوبة وحقوقنا المشروعة، وهذا حقنا، وحقنا هو التثبيت، والتثبيت على الملاك الدائم بدون قيد أو شرط، واحتساب سنوات الخدمة المجانية لغرض العلاوة والترفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن محاضري وإداري واسط المتعاقدين اليوم الثاني على التوالي مع تصميم أمام مديرية تربية واسط للمطالبة بحقوقنا المشروعة أسوى وباقي الوزارات، هي التثبيت أسوى بأقراننا الوزارات كافة. حسب قرار مجلس الوزراء كل من لديه سنتين عقدية يتم التثبيت على الملاك الدائم. فاليوم نطالب ومنتظرين جلسة مجلس الوزراء الخاصة من أجل التثبيت للمتعاقدين كافة، منتظرينها انصافنا من أسوة بقراننا في باقي الوزارات. إن لم يتم انصافنا اليوم سيتم الإعلان عن خطوات تصعيدية كما فعلناها سابقا في قرار 315 وجلبناه، في قرار 130 وجلبناه. فاليوم احنا محتصمين ومستمرين أمام المديرية، تظاهراتنا سلمية. اليوم إذا ما انصفونا خلال الجلسة متوقع انعقادها ظهرا، سيتم الخروج عن السلم ونزع الثوب التربوي ونلجأ إلى خطوات تصعيدية. يعني ملينا من وعود هاي الحكومة، بالله الكريم تعبنا وراح يوصلوننا الطريق جدا مزود، وشفت الشباب شلون مضرباو، يعني هم راح اقول لك على معاناتنا وعلى هاي، ونفس الشيء انتم تعرفون حق المعرفة. ملينا من هاي الحكومات، وما راح اطالب الحكومات السابقة، انا طالب هاي الحكومة الجديدة، حكومة محمد الشيع السوداني. ما اريدها نفس الوعود مال كاظمي، الكاظمي كظ الحكم كل شيء ما شفنا منه، تقبل الله العظيم صعد بروس العالم وكل شيء ما شفنا من عنده رجال مسير. احنا ما نريد هاي الوعود تتكرر بهاي الحكومه، لان اذا ظل الوضع هيك هاي الحكومه راح تسقط. لازم تنفذ مطالب الشعب، لازم يعني يشوفون العالم شو تريد، الخريج مو بس على جهه وجهه، حكومه طاريه ما طاريه، احنا ما لنا شغل بالتسميات، اهم شيء هاي الحكومه تباوع للشعب، تنزل للشارع. مو انا هسه خريج اطالب بحقي، البارحه نزل علي شغب، انت منشني داعش عمي، شفت العالم شلون ضربت هذا باوع عليه، شفت التصوير، لا يرحمونهم بشر، لا يرحمونهم بنيه، شنو عمي وين احنا؟ بلد كله قانون، وهاي خلي يشوفوا لنا حل، اذا ما كنا نرجع للشارع، لا يوصلون طريق مسدود، هاي كلام وجه لمحمد الشيع السوداني، انت كرئيس وزراء لازم تنزل لابنائك، احنا ما نريدك فقط اعلام، والله نازل تطلب لك المستشفى، انا منزل لك هاشتاج، انا بخدمتكم، احنا نريدك افعال. اعطينا حقنا، هذا الحق في الدستور، انا كخريج اطالب بحقي، لا تجبرنا اطلع اسد الإدارة، والله انا اذا سديت الإدارة المحافظ يشتكي علي ولا هاي انا اسولف لك هسه ببغداد، يعني اللي اطالب الحكومة المحلية محمد جميل المياحي يباوع لنا هو كمحافظ، يعني انا من اطلب من عده لقاء ما يلتقي بي الا بمظاهرة، الا اطلع عليه للبديل المقر البديل الله يلتقي بي، يعني انت محافظ لازم تنزل للشارع والعالم، يعني لا رئيس وزراء ينزل وياك ويسولف وياك، لا المحافظ يسولف وياك، احنا راح نلتجئ للشارع اذا هيك، لا يخلونا ننزل للشارع، احنا ناس اصحاب حقوق، هذا الشيء كفل الدستور، لا يوصلونا لهذا الشيء، تقبل الله العظيم ملينا، يعني نطلع بالشارع قام يقيمون علينا دعاوي، والله تسدون الشارع، والله انتوا هيك، شنو عمي؟ غرامه، شوفوا لنا حل، لا تخلونا نعوف السلميه، احنا ناس ما عمي بالله الكريم ابسط حقوقنا هو التعيين. مو ناس بوقا وسوا، الله لا يوفقكم ان شاء الله، ما نقدر نوبه تحكي وقالوا لك الشعب، هو الشعب ايش بيده الشعب؟ حكومه بيناتكم تقاسمتوا، ساعه بيد الاطار وساعه بيد التيار، ما ندري بيها، احنا ناس فقره، شوفوا لنا حل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العلي العظيم. باسم
محاضري وإداري محافظة واسط نطالب بإنصافنا وإعطائنا حقوقنا المشروعة، ألا وهو الهدف الرئيسي والمطلب الرئيسي بالتثبيت على الملاك الدائم، علما أننا لنا سنوات خدمة مجانية في العمل المجاني على وزارة التلبية منذ عام 2017 و18 و19 و20 و21 والعام الحالي 22، ولم نوقع على العقود إلا في فترة 1/1/2021، ومطالبنا المشروع هو تثبيت أسوة بباقي الوزارات التي أعلنت تثبيت ملاكاتها على وزاراتها، ومن ضمنها وزارة الصحة، وزارة الكهرباء، وزارة العدل، التصريح الأخير لوزير العدل بالتثبيت جميع ملاكاتهم بدون سنوات خدمة. فنحن نطالب ومطلبنا الهدف الرئيسي التثبيت على الملاك الدائم. أنا أحد المحاضرين اللي أمتلك سنوات خدمة منذ 2018 وداوم في منطقة ريفية تبعد عن مركز المدينة 25 كيلو، يعني كنقل أجور نقل ما يكلفني حوالي 75 ألف بالشهر، ولم أستطيع أنه أسد رمق قوت عيالي. فأطالب بالتثبيت بالتثبيت، وهذا هو مطلبنا الرئيس، ولا تراجع إلا حين مطلبنا. ونحن اليومين على التوالي يوم 21/11/2022 و21/22/2022 على التوالي واقفين هذه الوقفة الاحتجاجية، نطالب من رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني المحترم والسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بإنصاف هذه الشريحة، علما أن برنامج السيد محمد الشياع السوداني هو النزول إلى الساحة وتنفيذ جميع المشاريع المتلكة في جميع الوزارات. فيا سيادة الرئيس، أنت مقبل على وقفة وإصلاح للوضع المتردي في العراق، فنحن باسم مدرسي ومحاضري وإداري واسط نطالب سيادتك المحترم بتنفيذ مطلبنا، وهو التثبيت على الملاك الدائم.